قلب سودانيه مقيمه في السعوديه، سكر نوع تاني، تراكمي 6، باخد جلوكوفاج 500 وباخد حبه ضغط تينوريل 5 الوقت المناسب. الجلوكوفاج مع الاكل مع الوجبه الرئيسيه، والتينوريل ده بتاع الضغط بيستخدم برضو بعد المغرب يكون افضل. يعني الدواء اللي بيسبب الكحه زي حاجات كتير، يعني لو انتوا بقى بتقولوا اقول لكم اه ده بيسبب ولا لا. سعاديه بتقول سكر نوع تاني وتراكمي 6 وعندي الضغط بيهبط. ما اعرفش انت بتاخدي دواء ولا لا يا سعاديه. سكر تراكمي 6.2، هل عندي سكر مرحله ما قبل السكر؟ احنا قلنا التراكمي 6.5 هو السكر. باخد نوعين احمد، دواء ضغط كوفيرام ونبلت في المساء، ماشي اوكي مفيش مشكله. السيدوفاج او جلوكوفاج الاثنين زي بعض، مفيش فرق بينهم خالص يا جماعه، ما ترهقوش نفسكم تقعدوا تدوروا عن الموضوع. ناجي، انت جبت منين الاميجلامين؟ وهل مظبط سكرك ولا لا؟ الدايمايكرون 60 يتاخد مع الاكل برضو. يفضل بعد الاكل، انا بخاف اقول للمريض قبل الاكل، ياخد الحبايه وما ياكلش فيجي له هبوط، فالاضمن خليها مع الاكل او بعد الاكل. رشيد من الجزائر اهلا بيك، من الهند تمام، وهل مظبط السكر ولا لا؟ وكوفرام يفضل برضه فتره المغرب، يفضل كده يعني، وخد النبليت بعديه بساعه او معاه مفيش مشكله. طيب 8.5 التراكمي كان كام قبل كده يا ناجي؟ ترايتيس المغرب برضو. استاجد 700، يتهيألي استاجد ده اللي هو معرفش سيتا جليبتن ولا ايه، برضو هيتاخد مع الاكل مفيش فيه مشكله. مدام عفاف بتقول بنتي ممكن تاخد ابر منجارو للتخسيس وليست مريض السكر. حاليا نزل التوصيات باستخدام المونجارو في الكرونيك ويت مانجمنت، يعني في التخسيس، فادوا تصريح بكده واتعمل لونش كبير حضرناه وصورناه لكم قبل كده. الدايفورمين ده معرفش اللي هو ايه بالظبط يا صفاء. كونكور 2.5 برضو فتره العشاء كده ولا المغرب بالليل يعني. حتة انك تاخدي 300 كنزرتان 150 ما ينفعش اخد 300، لا ما اقدرش اعرف لان ما اعرفش الضغط ايه طبيعته عندكم. الكاندي سرتان 16 مللي جرام برضو نفس الوقت. افضل شيء عشان نرفع مخزون الحديد، يا ريت ما تسالش بقى السؤال كتير اهو انا جاوبك اهو، الابر مش الحبوب. الحبوب عمرها ما هترفع لو قعدت 10 سنين. رضا السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ كل سنه طيب. انا من مصر، سكري نوع تاني والتراكمي بتاعي 5.5، جسمي نزل خالص، انا كنت 82 دلوقتي بقيت 64، اعمل ايه عشان جسمي يتظبط شويه؟ هل وقفت الدواء ولا لا؟ سكر صام اقل من 100 وبعد الاكل 120، بستعمل جلوكوفاج. ليه تستعمل جلوكوفاج؟ خلاص مفيش داعي خالص للجلوكوفاج. رهام من النمسا، هل الافضل لمعرفه نسبه السكر في الدم تحليل انسولين صايم ولا الجلوكوز في الدم عن طريق الجهاز المنزلي؟ رهام من فين؟ ما انت بتتوقف، انت بتسالي هل انت مريض السكر ولا لا، ولا عايزه تشوفي الدنيا ماشيه ازاي. ارفع اللايك عشان الحلقه تستمر، ورفع اللايك اللي هو نعمل لايك يعني ارفعوا البث يعني. التراكمي 6.2 وعاني من الم دايما في الظهر والرجلين. ربيعه جروب امل اللي هي خاله ربيعه يعني. تراكمي 6.2 وعاني الم الظهر والرجلين. الم الظهر ممكن اليوريك اسيد عالي عندك وعامل مشاكل نقرس، واللي يكون السكر عالي يكون الدنيا ملخبطه في التحاليل، فده مهم جدا نعرف التحاليل بتاعك. هل النبليب بيتوصف كعلاج ضغط ولا هو اكتر لتنظيم ضربات القلب؟ هاني حبيب،